يسعد مساكم يا سادس، ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الخميس الموافق 12/11/2020. اليوم إن شاء الله رح نبلش مع بعض بالوحدة الجديدة من مادة العلوم، اللي هي وحدة صحة الإنسان وجسم الإنسان. طبعا الدرس الأول من الوحدة عنا اللي هو درس مجموعات الغذاء الرئيسية. لو إجينا على الأغذية الموجودة عنا في البيت، سواء كانت من لحوم، من خضار، من فواكه، من بقوليات، من أسماك، من عندنا كمان الطحين، أرز، سكر، معكرونة، كل هاي الأغذية فعليا صنفت إلى 3 مجموعات بناء على الإشي اللي بتمده للجسم. والمجموعات هم 3. أول مجموعة اللي هي مجموعة الطاقة، من الأمثلة عليها أو مصادرها عنا نحصلها من الكربوهيدرات والدهون، طبعا رح نحكي عنها بالتفصيل. المجموعة الثانية مجموعة البناء، مصادرها اللي هي البروتينات. والمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الوقاية، ومن مصادرها الفيتامينات والأملاح. اليوم رح نتعرف على أول مجموعة اللي هي مجموعة الطاقة. مجموعة الطاقة من اسمها بعرف أنا بأنها بتمد الجسم بالطاقة اللي بيحتاجها علشان يقوم بأنشطة اليومية، فهي تعتبر مجموعة الغذاء الأساسية اللي بتمد الجسم بالطاقة، وتقسم حسب مصادرها إلى نوعين: المصدر الأول لإلها اللي هو الكربوهيدرات، والمصدر الثاني لإلها الدهون. لو إجينا على الكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي أول مصدر من المصادر الأساسية للطاقة، واللي طبعا الجسم بيحتاج إليها علشان يقوم بالأنشطة اليومية والواجبات. طيب من تلمين عندنا الكربوهيدرات واللي إحنا بنحصل منها طاقة، مثلا البطاطا. البطاطا فيها كربوهيدرات اللي الجسم بيحتاجها. برضو كمان عندنا المعكرونة، الأرز، الخبز. فلو قلت لك أعطيني أمثلة على الكربوهيدرات بتقولي البطاطا، المعكرونة، الأرز، والخبز. المصدر الثاني للأغذية اللي بتمد الجسم بالطاقة اللي هو الدهون. الدهون طبعا تعتبر من أهم مصادر الطاقة الرئيسية اللي بيحتاجها الجسم، بس بشرط إنه ما تزيد عن حدها. يعني صح الجسم بيحتاج إلى نسب دهون علشان تعطيه طاقة ويقدر يقوم بالأنشطة والواجبات اللي عليه، لكن على إنه ما تزيد عن حدها، لأنه هاي الدهون إذا زادت عن حدها وأفرط الشخص في تناولها راح تسبب عنا سمنة مفرطة، وراح تسبب كمان أمراض مثل انسداد الشرايين اللي بتصير نتيجة تراكم الدهون في الشرايين، واللي هي الجلطات كمان القلبية اللي برضه كمان بتصير نتيجة تراكم الدهون في الشرايين. فبالتالي الدهون هي تعتبر مصدر أساسي للطاقة، لكن الشخص ما لازم يفرط منها، لأنه الإفراط منها بسبب الأمراض وسبب السمنة. طبعا كيف ممكن إحنا نحصل عليها؟ ممكن نحصل عليها من أكثر من نوع من الأغذية. ممكن أول إشي الحليب، كمان الزبدة، اللحوم، الزيوت، والبيض، والفستق. هاي من أهم الأغذية اللي نقدر نحصل عليها على الدهون. فلو قلت لك أعطيني مثال على الدهون بتقولي الحليب، الزبدة، اللحوم، الزيوت، والبيض، والفستق. طبعا الجسم كيف بيحصل على الطاقة من الدهون؟ بيحصل عليها بطريقتين: إما لما يجي الجسم يهضم الطعام مباشرة، هاي الجسم بيكون اكتسب عنا الطاقة من الدهون، أو من الدهون اللي بتكون مخزنة في الجسم. فالجسم بيحصل على الطاقة من الدهون الطريقتين كمان مرة: إما من هضم الطعام مباشرة، يعني يجي يهضم الطعام اللي يحتوي على دهون فبيحصل على الطاقة من هاي الدهون، أو بيحصلها من الدهون اللي بتكون موجودة عنا في الجسم ومخزنة. طبعا حكينا ان الانسان لازم ما يكتر من هاي الاطعمة ويأكلها باعتدال حتى ما تأثر بعدين بحصول الشخص على مشاكل صحية لإله ناتجة من هاي الدهون. نيجي يا سادس على صفحة 88 على الاسئلة، حاطت لكم تحت الدهون صور لأغذية، وبحكي لك في السؤال الاول: تم المواد الغذائية التي تشاهدها في الشكل 3-2. في الصورة ألف حاطت لكم اللي هي صورة لحوم وأسماك، بالصورة باء زبدة، وبالصورة جيم اللي هي زيت. السؤال اللي بعده بقول لك: ما أهمية تناول تلك المواد الغذائية لجسمك؟ هلا طبعا اللحوم والأسماك والزبدة والزيت تعتبر من الأمثلة على الدهون، فبالتالي معناته زي كأنه بسألك هو ما أهمية تناول الدهون لجسمك؟ طبعا الدهون بتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها،
فالجواب تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها. نيجي على أطور معرفتي، صفحة 89 بقول لك تزداد حاجتنا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون في فصل الشتاء. ناقش مع زملائك سبب ذلك، ليش بفصل الشتاء لازم إحنا نكتر من تناول الكربوهيدرات والدهون، شو السبب؟ هلأ في فصل الشتاء فعليا درجات الحرارة بتنخفض، فبالتالي كمان الأجسام تفقد حرارة بسبب إنه الجو بيكون بارد، فعشان تعوض هاي الحرارة اللي فقدتها بسبب برودة الجو تحتاج كميات أكبر من الأغذية اللي بتمد الجسم في الطاقة اللي هي مثل الكربوهيدرات والدهون. عشان هيك بنقول لأنه في فصل الشتاء تنخفض درجة الحرارة فتفقد الأجسام حرارة بسبب برودة الجو، ولتعويض تلك الحرارة تحتاج إلى كميات أكبر من الكربوهيدرات والدهون. نيجي على أقوم تعلمي وأتأمل به، بالسؤال الأول بقول لك صنف المواد الغذائية الآتية وهي الزيت والمعكرونة والبطاطا والأرز والزبدة والخبز والبيض ورقائق البطاطا اللي هو الشبس، إلى ألف مواد غنية بالكربوهيدرات، باء مواد غنية بالدهون. لو أجينا على الأغذية اللي عطينا إياهم، مين فيهم مواد غنية بالكربوهيدرات؟ اللي هو أول إشي عندنا المعكرونة، المعكرونة مواد غنية بالكربوهيدرات، برضو كمان البطاطا، رقائق الشبس كمان فيها كربوهيدرات، وبرضو الأرز والخبز، هاي كلها مواد تحتوي على كربوهيدرات. أما الزيت والزبدة والبيض تعتبر من الأغذية الغنية في الدهون. بالسؤال الثاني بقولك تأمل الصورتين ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. صورة ألف شخص بيشتغل قاعد لكن جالس، هو ما بيتحرك وكل شغله على جهاز الكمبيوتر. بالصورة الثانية مزارع قاعد بيشتغل في الأرض. بقولك بالفرع ألف أي الشابين في الشكل يحتاج إلى أغذية تزوده بالطاقة بشكل أكبر. أكيد الشاب اللي بيشتغل في الحقل رح يكون محتاج إلى أغذية بشكل أكبر، لأنه أغذية بتزوده بالطاقة بشكل أكبر لأنه شغله كلياته فيه حركة. نيجي على الفرع باء بقول لك ما العلاقة بين الجهد الذي يبذله الإنسان وحاجته إلى الأغذية التي تزوده بالطعام؟ طبعا كل ما الشخص بذل جهد أكثر كل ما زادت حاجته للطاقة، فبالتالي رح يحتاج إلى كمية غذاء أكبر. فالعلاقة إيش؟ علاقة طردية، كل ما زاد الجهد الذي يبذله الشخص زادت حاجته للطاقة. فرع جيم بقول لك لو لم يتناول الفلاح غذائه في الصباح ماذا تتوقع أن يحدث له بعد قيامه بأعمال في الحقل؟ اكتب توقعا، يعني لو هذا الشخص الصبح قبل ما يطلع على الحقل يشتغل ما تناول طعامه، شو تتوقع أنه يصير له بعد ما ينجز أعماله في الحقل؟ طبعا أكيد رح يشعر بتعب شديد، ممكن يشعر بالإعياء لأنه ما في عنده أي مخزون للطاقة موجود في جسمه بسبب عدم تناوله على وجبة الفطور. فمنحكي سيشعر الفلاح بالتعب الشديد وقد يشعر بالإعياء لأنه لا يوجد مخزون طاقة لديه لعدم تناوله لوجبة الفطور. وهيك يا سادة بنكون خلصنا أول مجموعة من مجموعات الغذاء الرئيسية. الحصة الجاية إن شاء الله رح نحكي عن مجموعة البناء وعن مجموعة الوقاية. يعطيكم العافية.